زي ما انت شايفه يا ست الكل، شرح وبرح ويجري فيه الخيل. ده مش كده بس، ده واخد نصيتين. لو في حنفيه تغسلي فيها الاطباق وتغسلي ايدك وتشطفي كمان. اتشطف؟ هقول لك تعالي 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 اتفضلي. في احتاجين في مغسله. ايه رايك بقى يا جماهير؟ محل وجيتين وعلى شارعين والرجل هنا ماشي طوالي على طول شغاله يعني. Not bad, nice. اقول لك نايس. ها؟ نقول على بركة الله يا ست الكل. ما قلت لك نايس، أنت ما بتفهمش ولا إيه؟ I need a fake copy like this one. Okay. How much will it cost? 2000 euro. Nice. It's very nice. Thank you. سلومة ده هو راجل ولا كل الرجالة، معلم من المعلمين بقى الحلوين قوي بتوع زمان. مركز وقيمة وسيمة وهيبة وفلوس. ده انت تتقبطي دراعه كده هو وتمشي تتقلطي على مخاليق ربنا وتتعنطزي عليهم وانت حبة عيني مكسورة. اتجوزتي راجل مكحكح مات وسابك، لا تهنيتي برجال ولا تهنيتي بمال. لكن سلومة ما شاء الله، هو ان شاء الله ان شاء الله هيكون العوض ليكي باذن الله. اسمعيني يا طنط، انت لو اتكلمتي معايا في الموضوع ده تاني انا هسيب عليكي كوريا، وبعدين انا ما اسمحش لاي حد انه يتطفل على حياتي الشخصيه بالشكل ده. نعم يا اختي. ايه بتخوفيني بالست كوريا بتاعتك؟ لا يا حبيبتي انا ما بخافش يا عمر. وبعدين قاعده تكلميني بالنحوي تقولي لي اتطفل وانا طفلاشي؟ لا خليكي قاعده كده هوت زي الكلبه بوزك في بوز كوريا، محدش هيشمك ولا حد هيعبرك. ما هو اصل الفقر له ناسه، جاتك القرف عليكي وعلى عيشتك. يلا يلا ودي اسم الله. قال سلوكة الزفت. قال بقولك ايه؟ من غير توتر، انا المرة دي جاي لمصلحتكم مش ضدكم. احنا كان عندنا حملة في المنطقة فقلت اطلع للأنسة كوريا اقول لها ان تقرير الحي صدر، وفعلا البيت محتاج اخلة وتنكيس. يالا الموضوع هيتحول لقضية. انا كل اللي اقدر اعمله ان اخر لكم المحضر شوية انه يروح للنيابة، بس طبعا ده مش كتير لغاية ما تحلوا الموضوع. ودي هو انا الصراحه يعني ما عنديش تفاصيل كتير عن الموضوع، بس انا هبلغ كوريا. هي قالت لي صحيح انك كنت عايشه في الخليج مش كده؟ في الخليج. كنت في الخليج. طبعا فرق كبير بين العيشه هنا وهناك، يعني باين حتى على طريقه لبسك وكلام. هو فرق كبير الحقيقه. صحيح. طيب ده الكارت بتاعي، يعني لو حصل اي حاجه او لو حبيت تكلميني من غير ما يحصل حاجه. ميرسي، متشكره قوي. شكرا. انا سامع انك بتفتحي محل جديد وعامله افتتاح كبير. ده حقيقي. بس حضرتك عرفت ازاي؟ ما انا ضابط المباحث المسؤول عن المنطقه، لازم ابقى عارف كل حاجه. معلش سوري نسيت. طيب مش هتعزميني ولا ايه؟ ولا هعزم انا نفسي؟ لا اكيد اكيد، تشرفنا اكيد. اتفضل. متشكر جدا. عن اذنك بقى، الكارت معاكي بقى في تليفوناتي وكده. ماشي، عن اذنك. اعمل لك ايه يا قلبي؟ اعمل لك ايه؟ حيرتني. اعمل ايه؟ شغلتني واعمل ايه؟ حيرتني. فاهمة بنت خالتك دي فاهمة الحارة ايه؟ ده نساوين الحارة على تكة يا حبيبتي، ناقصين بنت خالتك تيجي تمسخرهم. بس مسخرين جاهزين يا حبيبتي. يا مسخرة ازاي؟ ده عشان دور المرأة في المجتمع الشعبي. باين على الست هايدي هتشخلع المنطقة. أنا عايز أقول لمرات خالك تيجي تاخد حتة في وشك دي تدلع نفسيها. خدها هي كمان، يعني هي جت عليها؟ طيب فك وشك، اضحكي اضحكي. عايز اهل الحاره يقول عليك ايه؟ كرهاها ولا ايه؟ يو يعني اعمل ايه يا خالي؟ انت عايز تتحزم ارقص لها؟ ما ترقصي، احنا كلنا بنرقص اهو. لا شكرا يا خالي، خليك انت ارقص انت. مراري منك يا مراري. اهلا اهلا. مراري منك يا مراري. والنبي ما عارفه الاقيها منك ولا من نحني.
اقول لابراهيم نشيل ايده يا خال. طب اطلع انت يا خال، وحشتيني الكوريا. بقول لك يا ابراهيم، احنا مفيش بينا حاجه عشان تقول لي كلام زي ده، وبعدين ابعد عني عشان مفرجش عليك الناس. تعالي تعالي. اوزي تلعيش تاني. مش حته حديده هيما يلا تخلي بينا حاجه، احنا خلاص يا ابن الحلال كل واحد فينا راح لحاله. طب بتدلعيني ليه طيب؟ انا دلعتك دلوقتي؟ انت مش قلت يا هيما؟ لا لا، زلت لسان، زلت لسان يا هيما، ايه المشكله يعني؟ اهو ابراهيم. ايه يا كوريا؟ ابراهيم. ايه يا كوريا؟ احلف وحياه اللي بينا انك مش هتكسر قلبي تاني ولا تعرف عليا واحده تاني. حاضر. حاضر ايه؟ حاضر مش هعرف عليكي واحد. احلف يا هيما زي ما بقول لك. وحياه ام سوكا ما هعرف عليكي واحد. هيما وحياه اللي بينا ما هعرف عليكي حاجه. انا بحبك. انت واكله بصل ولا